ابن همنا همنا هم يا خوفي من غصان الناس وحوش الناس اخوانك توصل متوصي متوصي والله وصيني سابع جارة كرمالك بنهب وخطف وبسرق سيارة كني وحبيني وريحيني رضيني حبيبي ابهد بهدد وما بهد بقلبي النار النار حل وحوالينا النار 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 يخلي لك ياها ويخلي لك مرتبطة شي ما فهمت يعني مخطوبة محكي فيها لا ما أنا مخطوبة ولا محكي فيها بس أنت ليش عم تسألي عم تدرس ولا قاعدة بالبيت يعني هيك وهيك قديش عمرك حبيبتي 24 سنة ناوي تكملي نص دينك حكيني أنا مدام حكيني أنا إذا بتريدي حالياً بالوقت الحاضر ما أنا ناوي تكمل نص دينا ليش بقى؟ شي؟ هي حرة بابا يا بنتي بصراحة ابني على وش جواز ابنك هذا اللي قاعد أفاي؟ لا هذا ابن أخو جوزي مدام المهم الزبدة في عندكم ماني إذا جبت ابني وزرناكم بالبيت يعني بستقبلونا؟ ولو إمتى ما شرفتوا أهلا وسهلا بس أبوك كأني مو كأني هي صاحبة الرأي مو أنا يعني نجي ما قالت لك إمتى ما شرفتوا أهلا وسهلا معش تعطيني رقم بيتكم حتى أتصل وأخذ موعد ماشي شرفي وهي كرتي في كل الأرقام
ان شاء الله بيسلموا هالديان. لا تاخذنا، قطعتك عن اكلك. لا لا، ما في مؤاخذه، ما في مؤاخذه. مع السلامه. يا حبيبي يا حبيبي، حتى بالمطاعم وخالصه. شايف بابا؟ بتقومي بتقولي لها امتى ما شرفتوا اهلا وسهلا. بابا انت بتعرف انه انا عم جاملها؟ لك ايه، بس هي صدقت وبكره راح ترن الجرس هي وابنها. بابا ليش ما قلت لاني مخطوبه؟ خفت تزعلي. ليش لحتى ازعل بابا؟ ما انا وانت متفقين. قلتك بكره اذا ما عجبونا بنشربهم قهوه وبنقول لهم مع السلامه. هي اذا لحقوا يشربوا قهوه. تنزلوا بابا، بدي اطلب منك طلب صغير. انت بتأمري، تفضلي. شهدتوا بابا قال لي انت بتأمري، مو هلا بس اطلب منك طلب تتراجع بكلامك. قولي شو بدي. بابا بصراحه يعني انا بكره محاضراتي بعد الظهر، الصبح ما عندي محاضرات، ويعني من بعد اذنك حابه هيك اطلع انا ورفقاتي مشوار بالسياره، يعني سندويشه، كاسه عصير. سيارتي؟ ايه بابا سيارتك، لكن سياره الجيران. بس بشرط بتفكروني معكم. لا نادية، اولا هدول رفقاتي مو رفقاتك، بعدين نحن طلعتنا الصبح وانت الصبح بتكوني بالمدرسة. راحت عليك التفتيلة يا نادية. نيالك يا وصال. هلا استني، شو نيالة ما نيالة؟ لسه انا ما اعطيت كلمتي بابا. ماما بلاها مشان الله، السيارة لساتها جديدة وما تهنينا فيها مثل العالم والناس، بعدين انا خايفة. انا اصلا ما بقدر اعطيها السيارة لاني موعد بكرة رفقاتي بدهم يتغدوا هون. طيب اي ساعة غداك بكرة؟ ثلاثة بعد الظهر. خلص تنتين ونص بتلاقيني مصافت لك السيارة مثل العروس على باب البناية، ومطالعت لك المفاتيح براسي وقالت لك تفضل يا أحلى أب، هي المفاتيح. طيب خلص. ايه ماشي، يلا انزلوا، يلا خلي المفاتيح معك، يلا انزلوا. ست سيارات نفس الموديل؟ عم بقول لك ست سيارات آخر موديل وبشحمون. وبتعرفوا تطلعوا على الترولا؟ يعني بتعرفوا تسوقوها؟ خد على هالزبون. عيب معلم مصوح، شغلتنا هي الليلة؟ لك طبعاً الليلة، لأنه بكرة منخاف تمشي. لك هلا أخذ الترولا لهنكار أخي نصري، هونيك بتقودون لجوا، بتنزلوا ست سيارات بترجعوا الترولا مطرح ما كانت، ونحن بننقل ورشتنا لعند أخي. منيح، بس ما رح نقدر نرجعها لمطرح ما كانت، رح نزتها باي مطرح. اوعى تحطوها بجنب الهنجار تبع اخي، حطوها بعيد كثير، بعيد كثير. طيب خلص ولا يهمك، شو بقى؟ اخي انت دلنا وين الهنجار اخو، ونحن نتصرف، خلص هي شغل بالا. معك سيارة؟ برا. شرفوا معي. تفضل. شو عم تشربي؟ عم بشرب شغله بتحبيها كثير بس ما في. حذرت نسكافيه، منين جبتي؟ شو بدك؟ وين جاي؟ لك عاطيني. لك طولي بالك، هي مو كاستك، هي كاستي. منين جبتي؟ لك انا دائما بتحب شنطتي. بلا اروشه، لك هي بنتك امي. منين جبتي؟ لك انا دائما بتحب شنطتي، يعني ظرفين نسكافيه للاحتياط، يعني حالات الطوارئ. لك طولي بالك. مو ظرفين، لك ظرفين اعطيني. حرام لو الله بعت لي وحده تصير قدكم وافرح فيها، بس واحدة، لا تنتين ولا عشرة. يا لمكن عليكم. يلا يا بنات، يلا يلا كلوا فواكه وعدس. ماما انا ما بدي، انا ما اللي بدي اياه. والفضل اني طبعا. ييييي عليك. هاتي عنك ودينا. يا بشوم عليكم انتوا اثنين. يا بشوم عليكم.
ما بكون عزيمة، تفضل بدك فواكه حضري. قولا واحدا. لا تقيلة تقيلة كثير يا سيادة العقيد. عقيد؟ عمو فؤاد انت عقيد؟ معقول يا ابو مازن؟ يعني ما في على لسانك رباط؟ يا سيدي ونسينا، شو خربت الدنيا يعني؟ بعدين مازن مو غريب. عمك فؤاد عقيد بالجنائية وبيسلموه أخطر المهمات. مثل شو بابا؟ يعني مثل قضايا النصابين والحرمية والمجرمين اللي بيسرقوا السيارات. لفة مازن، لفة. بعدين وينك؟ وين حفرنا؟ وهون طمينا. يعني ما بتحكي الحكي لا لعبد الحميد ولا لغيره. عمك فؤاد ما بيحب حدا يعرف شو بيشتغل. ايه بس يعني شغلته بترفع الراس. ولو كان، حتى ما حدا يطمع فيه ويطلب منه واسطة. يعني هو مثل حكايتي، ضد عقله الواسطة. شو عمو مازن؟ يعني انت مثل بابا هيك يعني لسانك مسحوب من حلقة؟ الله يسامحك. اطمن، انا لا شفت ولا سمعت. يا حبيبي، طمني، مبسوط بشغلك بالمحل؟ مبسوط، وعبد الحميد ما في مني. بس ما مني عمل دعاية بالتلفزيون. لك حبيبي لا بدي دعاية ولا شيء، محل ماشي حاله. والله مو ماشي حاله، انت اسمع مني اسبوع زمان وشوف الفرق. خلاص تكرم عيونك، انا من بكرة بلش اسأل عن الاجراءات. يا اخي مازن شو صار مشاركتك؟ يا سيدي الله لا يوريك، اليوم كنت عند الدكتور وقال لي بدك تستمر بالادوية شهر تاني، بس لغالي قصة الابار وصف لي دواء جديد اسمه فيلدين. حبوب هذا؟ ايه. عمو فؤاد انت بتعرف انه البابا بيخاف من الابر مثل اولاد صغار؟ عن جد؟ قدام يا ولد؟ الله عليك يا ابو مازن. شرفوا شباب شرفوا. تفضل عمو. ابو مازن شرف. كنت عم تفرج على هالبلد الحلوة. تفضل يا دكتور، شاي بقى ايه من اللي قلبك يحبه. لا هذا الشاي تبعك. تبع مين؟ انا شارب 7 شاي قبل ما تيجي حضرتك، لازم تشربه. حسن انت عم تشرب شاي كتير. اشرب شاي كتير؟ معناه لو ما شربت الشاي هشرب ازوزة انا. بس حلو قال، وانا مش قد الازوزة يا دكتور. انا عايز يا دكتور اسألك على شيء. انت مبسوط بالقعدة معايا هنا في الشقة؟ ليش انا اشتكيت لك؟ مش قضية اشتكيت لي يا دكتور، أنا قصدي يعني لما تقعد لوحدك تبقى مرتاح أكتر، يعني زي ما بيقولوا العب لوحدك تطلع راضي يعني. بالعكس يا حسن، لو أنت ما كنت عندي هون في البيت كنت طقيت من الوحدة. طقيت من الوحدة؟ أنت بقالك 3 أيام يا دكتور، أنت لحقت يا دكتور، أمال أنا أقول إيه؟ تصدق بالله يا دكتور إن أنا كنت بقعد أكلم نفسي كده لوحدي. عارف يا دكتور أنا مرة قعدت مع 3 في أوضة واحدة. معقول؟ 3 يناموا معك بأوضة واحدة؟ ايوه، ومش اي 3 ايه بقى، واحد هندي وباكستاني وتايواني. طيب كيف كنتوا تتفاهموا مع بعض؟ كنا بنتفاهم يا دكتور، كلمه انجليزي مكسره على كلمه هندي على شويه باكستاني، وهي كانت ماشيه الامور يعني. وكنتوا تفهموا على بعض؟ لا في الحقيقه انا ما كنتش بفهم، انما كانت ماشيه. الحمد لله يعني. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه يا دكتور بصراحه، يعني انت لسه المشوار قدامك طويل قوي، مش عايزك تقلق ولا تطق زي ما انت بتقول. انت لسه ما شفتش اهل البلد. انا اهل البلد دول ناس طيبين، انت لو تعرفت عليهم وتعرفوا عليك هتحس انك في سوريا بالظبط يعني. وبعدين الحمد لله كلنا عرب يا سيدي، هديك شايفه حضرتك سوري وانا مصري. ايه رايك يا دكتور؟ انا عندي احساس ان انا وحضرتك هنعيد الوحده بين مصر وسوريا تاني. يا ريت ترجع الوحده مو بس بين سوريا ومصر، بين كل الدول العربيه. ابقى قابلنا يا دكتور، ده حلم مش هتشوفه حضرتك ولا في المنام حقيقي يعني. انما انا عايز اقول لك حاجه، ايه رايك سيبك من الكلام ده كله واحكي لي شويه عن سوريا. سوريا لا، التنهيده دي وراها حاجات كتير ولازم اعرفها.
عم يجيك نوم اكيد ما؟ لا والله. خير خير، تفضلي عادي عادي. فت على غرفة الأولاد لقيت سامر عم بيبكي وهو نايم. يا ريت فيني أعطيه أدنية ولساني. عم بيقول الطب تطور، معقولة ما يلتقى له علاج؟ أنت بتعرفي إني أخذته على أهم الدكاترة بالبلد. بعرف، وقالوا لك ما في أمل ولا 1%. وبتعرفي وقتها ليش قلت لك ما في أمل؟ ليش؟ لأنكم تأخرتوا كتير عليه، كان لازم من أول ما خلق وعرفتوا إنه ما بيحكي تعالجوا. أبو الله يرحمه أخذوا أكثر من 100 دكتور. ما تزعلي مني خالي، بس لو من البداية اهتميتوا فيه منيح كان. بس أبوه يمكن أخذوا لعند كم دكتور وبعدين يأس، وكان يقول إنه ما بيفهموا بياخدوا مصاري بس كان يقول الله الشافي. شفتي شلون؟ حالة من هالنوع الواحد ما لازم يأس من علاجه، كان بده شوية طولة بال. طيب ببلاد برا ما فيهم يعالجوه؟ ليش أنا ما سألت؟ خلايا السمع والنطق عنده انتزعت، يعني حتى السماعة الطبية ما عاد تنفع. يعني رح يضل هيك لنهاية عمره؟ أنا عم حاول جهدي خليه يوثق بنفسه، وكمان مدرسة الصم والبكم ما عم بتأثر معه، بس أهم شيء أمي، إنه سائر وسمير يراعوه كتير. ليش هنن بيفهموا؟ يا ريتو طلعوا مثلك، يا ريتو، يا ريتو. من وين اجانا هاد؟ هاد اكيد خايف على الترولي ام نام فيها. ايه والحل؟ بسيطة، ضربة على راسه بالعصاية من ورا وبيتم نايم على طول. بدك يانا نقتله؟ لك شو نقتله ما نقتله؟ ما بتتذكر بالافلام لما بيضربوا الواحد على راسه من ورا بيقوم بيدوخ؟ هو بيدوخ؟ نركب الترولي ومنمشي وبعدين نلحشه بأي محل. هات العصاية لقلك من ورا. نزار عود ورا الدركسيون مشان إذا صار معنا شيء. إيه وبلكي قافل الباب على حاله. أخي ساعتها من ناديلك مشان تفتح الباب. يلا. لا ترتمي بحضن الجشع والهام، لا تبني آمالك على أنام، لا الباب مفتوح. لا تبني آمالك على الناس. مفتوح. افتحوا بسرعة مشان يسوى. يسوى بالملايين. والدكتور ماجد مش عارف يتصرف معها ابدا. شو نوع الاصابه؟ واحد وقع من الدور السابع بعيد عنك متدشدش. يلا يلا اتفضل بسرعه يا فهيم. عدل الوضع بسرعه. سرحانة بيأشرف ماما؟ لا تكوني مفكرة طالعي معك بالسيارة. ولك جدبة انتي نادية؟ جدبة شي تعرفيني بعملها يعني؟ وصار؟ نعم. هلأ اذا طارق شي يوم عزمني معه على شي كافيتيريا روح معه؟ لا طبعا. وليه؟ عزمك ما؟ لا والله عمل لك اذى. لك انتي شو صاير لك؟ شو صاير لك؟ يعني
هلا سؤال، انت بتحبي لأشرف؟ شو يعني؟ حبيتي لطارق؟ لك ما جاوبتيني. نعم نعم بحبه انا لأشرف، غيره ولا مرة طلعتي معه على شي كافيتيريا؟ ولا نص مرة، ما بشوفه الا بالجامعة. معقول؟ لك حبيبتي ليش مو معقول؟ اه هلا اذا انا واشرف بنحكي كل شي بدنا اياه بالجامعة، ليش لحتى اطلع اشوفه برا؟ بس مشان دور على كلام الناس. كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر. لك وليه؟ 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 لك انت عم تحكي هالحكي، لك شو صاير لك؟ عم بمزح بس يعني. لك يا نادية بكير حبيبتي وحياتك بكير، لاحقة حبيبتي لاحقة على هيك شغلات. والله عم شوفه بالشارع، يعني ما بنقدر لا واحد يحكي ولا يشكي. نادية حبيبتي شو رأيك تروحي على دوامك؟ تأخرتي ما تأخرتي عن جد، يلا روحي وحاجي قر. حاضر يا أبو. باي. شو صاير لها البنت؟ شو صاير لها؟ والله كبرتي يا ندوش. مرحبا يا ابو جمال. اهلين اهلين. سلامات ابو جمال. اهلين 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 اهلين. شلونك اليوم؟ ان شاء الله تمام. الحمد لله الحمد لله. يعني ما طليت علينا ولا شربت قهوه ولا حتى قلت صباح الخير. يا سيدي صباح الخير. طلعت من الشباك ما لقيت سيارتك، شو وين صافه؟ والله السياره اليوم يا اخي من حصه بنتي، عايره لبنتي اليوم. شو هالحكي هذا؟ هلا راح اخوك اجت بنتها، شو انت ما بتسمع الحكي؟ السياره ما بتنعار ما بتنعار. والله صحيح اخي حميده ما بتنعار، بس اليوم اضطرينا يعني نعملها. بس وينكو انا ماني نسى الموعد، اه يعني حتلاقوني الساعه 3 انا والسياره بالمطعم. حلو، يعني ما نسيت. لا ما نسيت، بس بيني وبينكم لهلا انا ماني فاهمان يعني شو سبب العزيمه هاتوا. شو بدنا نفتح صفحه جديده بيننا وبينك؟ ليش خلص انا كنت افتح كان صفحتي سودا يعني. اوكي و 600 ايه كانت صفحتك سودي لانه نيتك عاطلي. لا 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 ما سامحك، ولك انا صفحتي بيضة كل عمرها بيضة ونيتي بيضة مثل الشاكرية. ها صار شاكر. غريب ظريف ابو جمال كثير ظريف. ونزل علينا يا ابو جمال، من اليوم ورايح ما نطلب منك اي طلب يزعجك او يهز اعصابك. هلا انتو عيبي وينكو؟ انا بخدمتكم باي طلب بهالمؤسسه بدكم اياه تعالوا دقوا بابي وانا جاهز. بس وينكم؟ طلب نظامي وقانوني ورسمي، رسمي كثير، وإلكم حطكم على راسي بقى. تسلم. طيب طيب خلص شغلك وقوم شرب لنا قهوه يلا. والله هيئتي ما راح اقدر اخلص شغلي اللي في الدوام يعني. خلاص اخي بنبعث له فنجان قهوه لمكتبه. الله يكون معروف عن اهلي وسهلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. الساعه 3 على التمام. الساعه 3 سكروا الباب وراكم، سكروا الباب. سكروا الباب. حاضر سيدي حاضر. علم خلص سيدي انا راح اتصرف وراح اعمل لازم. بامرك سيدي. الله معك. تمام يا سيدي. نعم. تريلا وعليها 6 سيارات. عفوا سيدي. امبارح بالليل عصابة ساري سيارة ترولا عليها 6 سيارات بشحمة وضاربين السائق تبعها. شارحينه هيها تشريح؟ الزلمة نازل من طرطوس على الشام، تعب نام بسيارته وصحي لقى حاله بالمستشفى. معناتها سيدي ما بيعرف اللي ضربه؟ لا، هذا الشيء اللي أنت بدك تعرف فيه نقيب سليمان. بتروح لعنده، بتحاول تعرف منه أي شيء، أي شيء يدلنا على هاي العصابة. هذا سيدي، بالنسبة لسين أو نادر، الصورة اللي رسم له إياها فادي توزعت على كل الأقسام. يعطيك العافية. تبغى شيء ثاني سيدي؟ مع السلامة. احترام. تسلموا ايديكم.
سمحت ناس كافيه مع كوفي ميد للاستاذ اللي لابس نظارات وفي ارجيله بايده. شكرا. شكرا. ما بقدر لازم روح كله مشوار الطريق يعني بس بدي اخذ رايك بهالموديلات. الله يوفقك. ما انت بالعاده تروحي على السوق لحالك. اليوم مو جاي بالي روح لحالي على السوق. بعدين في كثير شباب زيران بالطريق. الله يخليك. خليها ليوم ثاني يا مان. ناديه لتكوني ما وعدتي لك شي حدا. انا تعرفيني بعملها لك انا 10 دقائق ما رح اخرك على البيت. الله يوفقك. لطيف شو لحوحه. خلاص بس ترجعيني هداك الشارع. ماشي. العمو شو هدول مو رايحين على البيت؟ ليه؟ بعت لي 5 ملايين ليرة لعاطف حوشان على بيروت. ايه اليوم؟ الله معك. شو هذا؟ نسكافيه. بس انا ما طلبت نسكافيه. هذا من الست اللي لابسه خمري بعرف ضيفتك اياها. شكرا لك. بعد ما قعدت اكيد بسمح لك. اهلا وسهلا. ليه؟ لين امان كيفك؟ مرحبا. تفضلوا فوتوا. لا انا بدي اتفرج شوي. على راحتك. تفضلي امان. معقوله ما اتصلت فيك امبارح؟ لا ما اتصلت فيني. على كل حال هي احتمال تجي هلا مشان هيك جبت رفيقتي معي. طالما رفيقتك معك ما في مشكله. في مشكله. اسمع لك. أنا آسف إني طفلت عليك. أنا يلي آسفة لأني أحرجتك. كأنك أول مرة بتجي لهون. ليش أنت على طول بتجي لهون؟ تقريبا. أنا أول مرة بطلع من البيت من 4 أشهر. أوف أوف. كنتي حابسة حالك بالبيت؟ شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك. ما في داعي تحكي شيء. شكرا لانك قبلت ضيافتي. انا قبلت دعوتك صحيح بس حساب طاولتك علي. لا 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 تفتح هالباب بنوب. كل شيء فيه بهالكوفي شوب على حسابي. بيصير هالحكي؟ انا عندي كل شيء بيصير. وعدي حدا هون؟ يعني اذا وعدي حدا
معقول استناك لهالوقت؟ معك حق، وحدة ست حلوة هيك مثل حكايتك لازم كل رجال الأرض يستنوها. هذا من ذوقك، مبين عليك من عائلة محترمة. يعني ماشي الحال. إلك اسم؟ طبعاً إلي اسم. معقولة ما يكون إلي اسم؟ أنا اسمي راني عطار. أنت من بيت العطار؟ إيه من بيت العطار. ليش بتعرفي حدا من عنا من العيلة؟ أنا من بيت العطار. لا معقولة الصدفة؟ واسمي راني عطار. لا كمان؟ مو معقول. عن جد مو معقول. راني عطار وراني عطار. أنا ماني مصدق. معقول قديش أسماءنا قريبة من بعض؟ أمن وأماني، قديش لاقيين الاسمين على بعض؟ كتير. أماني، ما صار لازم نمشي؟ بدك شي يا أمان؟ الله معكم، مع السلامة. يا أماني، أنت ما شفتيني تاخدي رأيي بالموديلات، أنت شفتيني مشان تقابلي الشاب. بس بزمتك بزمتك، يعني هالموديلات اللي شفتيها مو حلوة؟ ليش ما قلتي لي انك جاية مشان؟ اوعدي حدا وشوفي كيف بروح معي الدغري، معقول قديش كبارة؟ بزمتك بزمتك مو حلوة؟ بزمتي بتستاهل يكفي هرلك هالسلام. بالله جوزي صار له متوفي 4 أشهر ولهلا علقانة مع سلافي من شان تركة المرحوم. يا لطيف على طمع البني آدم. ليش التركة ما بتتوزع حسب الأصول؟ أنا لو الله بعت لي ولد من جوزي ما كانوا قدروا ياخدوا فرنك، بس الله بعت لي بنت. عندك بنت؟ عمرها 5 سنين، إن شان هيك مستقوين علي. طالما في حصر إرث تركات حسب القانون ياخدوا يلي بيطلع لهم ويعطوك حصتي، ليش الشدة؟ بدهم ياخدوا أكتر، بدهم يهبشوا. لك وتركة المرحوم كبيرة كتير، يعني الواحد منهم بيطلع له كذا مليون، بس ليش أنا وبنتي بيطلع لنا أكتر منهم؟ هذا يلي مجننهم. اهلا وسهلا. مرحبتين. ليش ضربتك؟ سالية انا بدي اضربك. ليش ضربتني؟ لك انا مو بس بدي اضربك، لك انا بدي كسر راسك. ليه حالك؟ شو عملت؟ وين كنتي بعد ما رحتي على المدرسه؟ وين كنتي وليه؟ راحت على السوق، كانت عم تحكي مع شاب بالسوق. يخرب بيتك، نزلتي على السوق بدون ما تقولي لي؟ كمان ماما، انت مو معقوله ما بتعرفي امتى بينصفوا من المدرسه؟ قد الساعه هلا؟ لكن جاي اسالها ليش تاخرت. منين بدك تعرفي هذا الشاب وليه؟ هذا الشاب صاحب المحل، وما قلت لحالي، كنت انا ورفيقتي نادية. شفتكن تركتك تحكي معه قعدت تتفرج على الكنادر. وليه؟ منو هذا الشاب؟ لك صاحب محل، صاحب محل، وما في شيء بيني وبينه. كنت عم بساله اذا نزل موديلات جديده، ونادية هي اللي ودتني لعنده. لك لا تكذبي لا تكذبي، كان بايع على النادي، انا ما بتعرفه. اذا شفتنا ليش ما ورجيتني حالك؟ لك بدك يعني بهدلك وضربك قدام الناس؟ ليش؟ باي حال شو عملت؟ لك عملتي وعملتي وعملتي، وانا هلا بفرجيكي لابوكي. قولوا لبابا، قول للدنيا كلها انا ما عملت شيء، ما عملت شيء. لك اتركك، وانت ليش ترك الشغل وجاي ولا؟ لك حلي هذه مشان الله. يخرب بيتك، صاير بيت مجانين صاير. Thank you.
وحدة ست حلوة هيك مثل حكايتي لازم كل رجال الأرض يستلموها. لك إذا ما عم بيروح على المحل وين عم بيروح؟ بيكون عم بيحوم بحالة البنت مشان هيك أخذ السيارة منك. أوه الله يستر ما يخطف لحاله. لك جبان ما بيستاهل. المهم صاحبك طارق شو صار؟ شو؟ بالبنت حاببها عن جد يعني حاببها وحاببته. لقيمتها؟ شو لقيمتها؟ مو قلت لي انه هذا صاحبك طارق همه وشغلته تطبيق البنات؟ ايه بس هالمرة حاببها من الصمصوم. ايه؟ صوم يا مازن صوم. تعرف موفق هذا مازن إذا ما بحل عن هاي البنت بعد ما نسره سيارة أبوها بدي خلي طارق يهدو بدن مرتب ينسي حليب أمه. نزار هلا أنا وياك مو متفاهمين أكثر من مع مازن؟ أكيد مو منحب بعض أكثر؟ أسع شوي. أكيد أنت بتفتح السيارة وأنا عم سوقها. شو بدنا فيه؟ اثنين مو أحسن من ثلاثة؟ لك يا مزبوط بس يا أخي مازن هو اللي عرفنا على نصوح. لك يا مرحبا نصوح أساس نصوح فارقة معه مين بده يوصل له السيارة مازن ولا أبو مازن. المهم تصلوا السيارة ونحن رح نوصل له إياها وخليه يركض قفل بنت لحتى يشبع. بصراحة موفق يعني نحن وعينا على بعضنا ونحن ثلاثة وبعدين بيني وبينك مازن هو الرأس فينا. تجي هلا تقول له حليه من الشركة ما بتزبط يعني القصة بدها تأني ودراسة. ايه درسها سيدي درسها. من كل اللي بتاخذ الكفاءة وبينفرحوا أهلها. العاب العاب سيدي ما أخذت منه حق ولا باطل. أهلا محو لمح لما ضربوه أول مرة وكأنوا أولاد يعني مو كبار بالسن. أكيد لو تعرف عليهم كانوا قتلوه. لما فاق لقى حاله بعيد عن الشارع الرئيسي. لما ما شاف الترولا صار يصرخ ويولول. بالصدفة سيارة نجدة مرأة من هنيك حملته وجابته على المستشفى وبلغوا عنه. اللي لمحهم كم واحد كانوا؟ على قوله اثنين. مسكين. هلا كيف حالته الصحية؟ خيطوا له الجرح. نزيف داخلي ما في سيدي. بس راح يخلوه تحت المراقبة بالمستشفى لمدة يومين. طيب وما قدر يوصف أي حدا فيهم؟ سيدي قال لي انه مرق قدام عيونه مثل خيال. الزلمه كان نايم وبعدين فوق هاد اكل ضربه على راسه اكيد راح ينعمها. بس الامور هيك صارت خطيره يا نقيب سليمان. هالمره في سرقه مع شروع بالقتل وسرقه شو؟ ست سيارات ومع ترولا. سيدي والله الدوريات ما عم تهدي حتى بنهار. والله ما بعرف. طيب بترجع شو بدك سيارتك؟ سيارتي وسيارتك بعد خلينا نروح على المطعم بعدين برجعك انا. يا اخي كيف هي ساعتين ونص ما بصير تاخرت. بدي اشوف اذا كانت مخبرة اما او شيء يعني ما بصير. طول بالك هدول البنات مواعيدهم غير مواعيدنا مشي معي يصلي على النبي. لا لا وينك اخي انت اذا مضطرين روح اسبقوني. انا اذا ما اجت بنت باخذ تاكسي بحقه خلص بالعكو بالعكو. يا لطيف شو راسك يابس. معلش 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 خلص استنوني استنوني شوي. انا انا بتجي انا بتجي. لا يا سلام على بعض مع السلامة مع السلامة. هو وين سيارتي؟ أهلينكم بعض.
شيء ما بدك تطلي؟ والله تأخرت كثير هيك، والله غلي قلبي، غلي قلبي، كمان لا اتصلت ولا قلت لك انها حتتأخر. قلت لك لا تعطيها السيارة. ايوه شلون ما اعطيها؟ دكاني ما اوثق فيها يعني. وين بيتها؟ بدي بدك تبع الشيال لما تجي، اعطيني غير قميص كمان، يلا اعطيني غير قميص. شلشتني. إيه هذا ريحته صارت مدري قديش. شو بدك تلبس؟ هيا قميص، هيا قميص. وين بيتها؟ لك خلصنا بقى لا تنكوت، تريك هلا بدي لك اياها كوت. ايه يلا يلا. اطلعي لك ناديه، اطلعي بقى. بسيطة. ولي شو هالحكي؟ وين أبوك؟ وصال جدي وصال. بابا آسفة آسفة آسفة، والله مو قصدي هالعشر دقايق اللي تأخرتون. لعي راح عيد غدا، الله أكبر عليكي، ماشي الحال، بس مهم تكون السيارة انضربت. ها لك شو انضربت؟ مثل الوردة واقفة تحت بالطريق. يلا هات المفتاح، هات المفتاح. يبعت لي حمى المفتاح، نسيته بالسيارة. أعوذ بالله، أعوذ بالله. لك معقولة حدا بنسى مفتاح السيارة؟ شو روحي الدنيا نهار، مين بده يتقرا هلا؟ سيارة شارع، روحي أنا بنزل بجيبها، روحي. لا 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 أنا بنزل، أنا بنزل. روحي خلصيني بسرعة. روحي عين الغدا هلا، روحي اعطيني كاس طينتي، يلا تعالي تعالي غيرها وعيني. هالمرة سمحت لك تروح تتغدى مع رفقاتك، المرة الجاية بدك تاخذنا معك. يا لطيف انتوا هالنسوان، شو قصتكم محروقة؟ بتصدقي اني عامل حسابي بكره اغديكم برا؟ ما لقيت السيارة. لا العمى، عجال يخرب بيتك.